ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا كلكم وحشتوني جدا جدا جدا، انا فعلا فرحانه بيكم قوي 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 لان نسبه الاشتراكات كل يوم عماله تزيد، وتاني حاجه لان انتوا باركتولي ساعه قرايه الفاتحه وفعلا كان احلى يوم في حياتي، وبيكم انتوا حلتوه وفرحتوني قوي قوي قوي. والنهارده انا عايزه اشارككم برضو معايا، النهارده يعني احلى يوم في حياتي، النهارده انا مبسوطه قوي قوي قوي، يعني لحظه يعني ممكن لحظه اكتر احسن من قرايه الفاتحه. انا رايحه اجيب الذهب اللي هو خلاص انا فعلا هلبس دبلته زي ما بيقولوا. لا انا فرحانه قوي وشعور حلو جدا، وعقبال كل البنات ان شاء الله يا رب. فانا طبعا زي ما انا مشيت معاكم من قرايه الفاتحه ومشيت معاكم من ايام انا ما كنتش لسه مرتبطه لو يعني كنت لسه، فانا طبعا هنزل لكم كل يوم فيديو واعرفكم كل حاجه وهعرفكم بنعمل ايه، وان شاء الله هتابعوا كل حاجه معايا. ومتنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. والنهارده بقى احنا رايحين نجيب الذهب، وطبعا زي قرايه الفاتحه انا هوريكم كل حاجه وهبقى اوريكم احنا جبنا ايه. تابعوا الفيديو في الاول من الاول للاخر وخليكم دايما وخليكم معايا. تمام يا رحمه، هاي بركي لي يا رحمه، ما فيش مبروك. طبعا يا جماعه بقى نروح عشان ما اتاخرش عليكم، هوريكم كل حاجه وطبعا الفيديو للاخر، وعلقوا لي بقى تمام، وما تنسوش ان انتوا تباركوا لي بقى يا جماعه. يلا بقى اهو يا جماعه احنا جينا نجيب الدهب دلوقتي وداخلين، واستنوا بقى وتابعوا معانا وشوفوا للاخر هنجيب ايه. واميره تستخبى. طبعا يا جماعه دول صحابي امير ده مسعود معروف ايه البتاع اللي في ايدك دي؟ لا 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 في ايدك دي ده اول الحسد عشان محسوده امك جايبها لك. والله امك صح فاتحسست فقلت البسها. ماما ودي حودة انا ما اتصورش ان شاء الله. قال لي مبروك لك ما تصورش امي معاكي عشان على فكره دي جوازها الاولى عشان بس اوصل للناس رساله. ايه دي جوازها الاولى دي ايه؟ انا مش عارفه انا اتكسرت كده يا ستي بنهزر عدي الليل. ايوه الاولى بس ما فيش الكلام ده الاول والاخيره. طب كملك عشان ما بنزل على اليوتيوب. انا يا حبيبي انا بكلمك دلوقتي هنعمل ايه مع البيت؟ يا عم طيب هنعمل ايه؟ هو السبب. لا ده مش عارف فين كانت غلط. هتيجي دلوقتي تزغل. اعملوا ساعه تزغلتي؟ زغرتي انا. لا مش الوقت لسه، احنا لوحدنا. لسه كان كيف داخل ايه ده؟ اعمل ايه؟ ده زغرة؟ راح تكلم ابوها وجاية. انا عصر انا عصر عمو سامر انا عصر 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 انا Thank you.
لسه ام. كان واخد الاحد اللي تفت انا مش عارف انا استغرب. لا يعني اللي يفت واللي شاله دخلت مين بقى؟ خلي بالك من بتاعتي انت تاني بتاعتي بس التانية مش بتاعتي تصليح مش بتاعتي الخط الاربعه دي بتاعتي التانية في تصليح انت عارف بس ده اصلا حتى ميزانه ما يجيش اهو حلوين حلوين هو في بص هو في مرام بقى ولا حلال لا يعني هو في ده واحد زي ده اللي بيتكلم في الكلمه حاجه مثلا مبروك البسوم كده انا مش عارف فين ايه لا تعالوا صحيحه عشان انا عندي الاولى دي الله بس يا جماعه لا هي ليه تاني بنضحك على اللي هنا نقول له اصبح الاول من فوق كده من فوق والله العظيم غلط دي احنا لا يا عم بيا عندي قاعده يا بنت بس شوفي صورنا لا ده عم الروح ده ده البسيوم ما صوري دي بس قول لي ماشي يلا عم شم راح ايه سلام ايوه بس بقول له ماما سلام ما انت قلت لي ما تقولوش على حاجه ده انت بنتي يا قول له ده بكام واحده ازيك يا ام كريم عامله ايه بس جنبي ايه انا اطلع بره عشان هي عايزه تضرب ده بابا يا جماعه خلاص امين جاب الدفع مبروك يا رجاله يلا يا ندى زغرتي دي حلوه في الاخر مسخره قوي والله دي جميل زغرت يا بابا يلا باي 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 زغرتي بقى زغرتي زغرتي يلا تيجي هيك طبعا يا جماعه احنا لسه جايبين الحاجه وخلصين دلوقتي ولسه داخله البيت انا يا رب يكون الفيديو عجبكم وفعلا انتوا مش متخيلين فرحتي وفعلا مش متخيلين انا فرحت ازاي النهارده والنهارده احلى يوم في حياتي وطبعا بقى انتوا استنوا هتكملوا معايا وهعرفكم خطبتي ان شاء الله امتى بكره هبقى اقول لكم او بعد بكره تمام ما تنسوش الاشتراك في